دكتور فهد العنزي مدير مركز الخدمات الطبية الشرعية بالرياض. كنا نلتقي هذا اليوم في المؤتمر السعودي الثالث للطب الشرعي، وبإذن الله سنناقش العديد من التوصيات وورش العمل التي حيستفيد منها الأطباء والفنيين في هذا المجال. بإذن الله حنخرج من هذا المؤتمر في توصيات تفيد الطب الشرعي، والله يحفظكم ويرعاكم. شكرا جزيلا. أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف بأن أتواجد معكم هذا اليوم نيابة عن معالي الوزير راعي هذا المؤتمر، وأنقل لكم تحياته ومودته وتقديره وامتنانه وحرصه الباهر على هذا البرنامج وعلى ما يقدمه في هذا المجال وعلى ما يقدمه ويضيفه لهذه التخصصات الهامة جدا، وتمنياته لكم بالنجاح والتوفيق والسداد ومزيد من النجاحات بإذن الله في المناشط العلمية والمناشط التي سيضيفها هذا المؤتمر وبقية المؤتمرات المماثلة في المراحل المقبلة إن شاء الله، والتي سنشهد نموها كما شاهدنا قبل قليل من خلال دمج الجمهور وتوحيدها في مسارات تجعل بإذن الله المناشط المتوقعين والمترقبين لها في العام 2025 في سياق البرامج التي ستعقد ضمن برامج مؤتمر الصحة العالمي في العام المقبل في هذه القمة المرتقبة بإذن الله، التي ستكون فيها كافة التخصصات في هذه المجالات تحت مظلة واحدة ومظلة واسعة وانتشار كبير وإضافات وإسهامات ترتكز بإذن الله على السلسلة السابقة بما فيها ما سيقدم في خلال هذه الأيام في هذا المؤتمر المبارك. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم الشكر الجزيل لكافة الشركاء سواء كان أنا أخصائي أول في الطب الشرعي والوراثة الجزئية الجنائية ناصر الشبرقي. تشين المؤتمر السعودي للطب الشرعي اليوم تحاضر الفعالية أو المؤتمر كأخصائي، كيف تشوف النسخة هذه وإيش اللي ممكن يكون أبرز التقنيات في هذا المجال، مجال الطب الشرعي؟ الله يحييك وشاكر لكم على هذا اللقاء. حاليا احنا جالسين في تقدم كل سنة من ناحية أمور الطب الشرعي، احنا جالسين نواكب الرؤية 2030، وبإذن الله ان راح نصل الى ابعد مما نطمح اليه. انتم كأخصائيين ايش تستفيدوا من حضوركم لهذه؟ احنا نستفيد من الورش هذه في عدة امور، في تحليل مواد السموم والمخدرات، في تحليل الجثث، تحديد مثلا البصمة الوراثية والجينات الوراثية في الطب الشرعي. التدشين اليوم القمة اللي بتصير منتقد الصحة العالمي والتميز هذه بتشكل لكم كعاملين في هذا المجال بشكل عام للسعودية، تسوي لنا دعم كبير جدا، وأنت زي ما أنت شايف كان المؤتمر بشكل عام دعم لجميع القطاعات سواء وزارة الدفاع سواء الداخلية سواء الطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، فيها تقدم لنا ودعم بشكل كبير. يعني يقول لك جريمة قيل ضد مجهول، هذا خلاص يعني انتهى مع الابتكارات ومع يعني لازم يظهر المجرب. نعم انا اقول لك يعني احنا مجالنا جالس يتطور، في تطور مستمر هذا المجال عندنا، يعني توصل عدالة للشخص. نعم 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 العدالة تبقى مستمرة وتحقيق هذه النجاحات التي بإذن الله لنا استمارها منذ صبيحة هذا اليوم والبرامج التي امتدت قبيل بدء البرنامج وأثناء وبعد بإذن الله، ولهم شكر جزيل وبارك. اليوم افتتح الزملاء بآيات من الذكر الحكيم واستشعرنا مع الآيات أهمية ما يقدمه الزملاء، لأنهم اختاروا من لمحات التاريخ التي خلدت في كتاب الله الحكيم وفي آية ذكره الكريمة لحظة تاريخية تجسدت فيها أهمية معرفة الحقيقة. والحمد لله اليوم نعيش في وطن الحقيقة هي السالفة، والأمن والأمان هو ما نعيشه على مدار الساعة وفي كل يوم، والعدالة هي ما نثق فيه تماما
في بلادنا. إضافة إلى ذلك تأتي هذه التخصصات وهذه العلوم رديفة ومساندة وأدوات مساعدة وكاشفة وداعمة للدليل والبرهان وليس بطرق تقليدية. الجميل بأنها تأتي بطرق إبداعية وابتكارية وتذهب إلى آفاق جديدة وليست فقط تبدع في ابتكارها وتصنيعها وتوطينها بل بتبنيها وجعلها في متناول المستخدمين والمستفيدين على أرض الواقع ليسهموا بمزيد حلقات قوية إضافية في أمن وأمان هذه البلاد. بل أكاد أجزم وواثق وأنا أقول بأن قوة قبضة الجهات الأمنية التي تجعلنا ننعم بالأمن في هذه البلاد تحت ظل ولاة أمننا تسابق ما يبتكره عقول السوء نحو الأمن والأمان، ونحن معها في ذلك السباق، وسظل نسابق لأمن وأمان هذه البلاد من خلال الابتكار والريادة والتعاون والتضامن والتوافق والشراكة فيما بين كافة الجهات، ونتشرف بالقطاع الصحي أن نكون مع كافة زملائنا وشركائنا من مختلف الأطياف والقطاعات لنساهم ليس فقط في نشر واستثبات الأمن والأمان وما يتعلق بكافة القطاع الأمور التي يقدمها زملائنا في هذه التخصصات بطيفنا الواسع لحماية المجتمع والإضافة للصحة وصحة هذه وصحة المواطنين والمقيمين على البلد الأوسع من ذلك لتكون تجارب وخبرات يستفيد منها العالم الأسرع. المملكة العربية السعودية بجهود الزملاء ومنهم عدد كبير موجود هنا وأنا معكم أبث لهم تحية لما حققوه وأنجزوه وجعلوا المملكة تحوز ولله الحمد منظمة الصحة العالمية على جائزة عالمية في جودة التعاون مع الرياض والبلاد حيوهم معي. شيء نفخر به هذه البيانات هذه المعلومات ليست مجرد أرقام تتعلق بدقة البيانات الصحية وتسجيل حالات المرضى والوفيات وإنما لها انعكاساتها في معرفتنا بأين مر جهودنا، أين نقاوم الأمراض، أين عبء المرض، أين يمكن للتدخل أن يساهم في زيادة عمر الإنسان، في صحة الإنسان وجودة حياته، وأين يمكننا أيضاً أن نجعل اقتصادياتنا الصحية، اقتصادياتنا بشكل عام أفضل وأفضل. هذه الجوانب ستمس حياة كل إنسان للأفضل بإذن الله في بلادنا. في الختام أتمنى لكم التوفيق جميعاً وأتمنى لكم في هذه أشكر الجهة المنظمة على المؤتمر الرائع صراحة كان جداً جداً متعوب عليه وفيه من الشخصيات الكبيرة. افتتاح المؤتمر السعودي الثالث للعلوم الطبية الشرعية تحت رعاية معالي وزير الصحة والذي ينظمه مركز الخدمات الصحية المساندة بالتعاون مع الجمعية السعودية للطب الشرعي تحت عنوان التقنيات الحديثة في العلوم الطبية استشفاء المستقبل والذي يمثل هذا المؤتمر امتدادا للمؤتمرين السابقين حقق ولله الحمد نجاحا كبيرا. لقد استقطب هذا المؤتمر عددا من الاوراق العلميه ولله الحمد تجاوزت اكثر من 300 ورقه علميه تم قبول منها حوالي من ضمن برنامج المؤتمر تم عقد اليوم ولله الحمد اكثر من 10 ورش علميه قدمت اليوم وستقدم ايضا خلال اليومين القادمين. يتم من خلالها تقديم آخر المستجدات والأبحاث العلمية والتقنيات الحديثة واستخدامات الذكاء الصناعي
في المجال في مجال العلوم الطبية الشرعية، وذلك لخدمة القانون وتحقيق العدالة. وبهذه المناسبة يطيب لي أن أقدم الشكر الجزيل للجنة العلمية على جهودهم للخروج ببرنامج علمي متميز، والذي نأمل أن يساهم في تبادل الخبرات العلمية والعملية والاطلاع على المستجدات في مواضيع المؤتمر. أيضا شارك خلال المؤتمر أيضا أكثر من 15 جهة حكومية وأهلية. وكما تعلمون تمثل العلوم الطبية الشرعية جانبا مهما من جوانب الرعاية الصحية، والطب الشرعي على سبيل المثال يساهم بشكل كبير في تحديد أسباب الوفيات، وخصوصا حالات الوفيات غير معروفة السبب، والتي بدورها تنعكس على تحسين جودة البيانات وتساهم في بناء الخطط الصحية للمجتمعات. كما تساهم أيضا السموم الشرعية بالكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية لحماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة المدمرة، وتلك العلوم تساهم في رفع من جودة الحياة للفرد والمجتمع وحمايته من المخاطر. إن تقسيم القمة العالمية للتميز في العلوم الطبية الشرعية اليوم، والتي ستكون انطلاقتها بإذن الله خلال منتقى الصحة العالمي عام 2025، ستكون فرصة بإذن الله لاحتضان مؤتمرات عالمية في مجال الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية بمفهومها الواسع. وسيكون ذلك انطلاقة بمرحلة جديدة عنوانها التميز والريادة والسعي الحديث للوصول للقمة في مجال العلوم الطبية الشرعية بكل ما فيه من خدمة للإنسانية وتحقيق العدالة. في الختام اسمحوا لي أن أتقدم بشكر جزيل لمعالي الوزير على رعايته لهذا المؤتمر، والشكر موصول لجميع اللجان العلمية المنظمة لسوري الإبداع والتعاون الدولي والرغبة في الابتكار والتميز في تقنيات العلوم الطبية الشرعية. تجمع خبراء العلوم الطبية الشرعية من جميع أنحاء العالم للوصول إلى آفاق جديدة. تطور التكنولوجيا لتحل التعقيدات الأكثر شيوعاً في عالم الجريمة، لتكون جزءاً من حراك يشكل مستقبل التميز في العلوم الطبية الشرعية. لا تكتفي جيبكس بمنجمة الطب الشرعي والتكنولوجي فحسب، بل ينبغي أن تستضيف المؤتمرات الدولية الأكثر شهرة في مجالات العلوم الطبية الشرعية، ولتطلق العديد من الجوائز العالمية ضمن مجتمع واحد للوصول بنزاهة وفعالية التحقيقات الجنائية على مستوى العالم. واليوم لدينا شعب مقتنع نعمل معه بشكل قوي للوصول للمملكة العربية السعودية ومشاريع أعمار وجهها إلى آفاق جديدة في العالم. جيبكس قيادة الابتكار العالمي في العلوم الطبية الشرعية. نلتقيكم في منتقى الصحة العالمية.